بعد ما اتأكدت من موت والدتها دلقت عليها مية سخنة. حصلت النهاردة واقعة غريبة جدا من نوعها في بورسعيد بمدينة بورفؤاد بحي الفيروز، وهي واقعة مقتل سيدة بورسعيد. الأم اللي تبلغ من العمر 42 سنة وبتعمل مشرفة عمال بأحد المستشفيات في بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، دخلت بيتها عادي جدا وفجأة لقت بنتها مع واحد، وبعد شوية وصل بلاغ لقسم شرطة بورفؤاد بمصرع سيدة أربعانية داخل منزلها بمنطقة الفيروز الجديدة، وطبعا تم التحقيق مع البنت. تعالوا معانا نعرف تفاصيل الواقعة ورد الأب كان إيه، ورد خطيب البنت اللي قتلت والدتها كان إيه. والبنت قالت كذا رواية في التحقيق، كان منهم إن في لحظة وصولها لبيتها وقبل ما تفتح الباب حد اتصل بيها من جيرانهم وقال لها إن مامتها في المستشفى، فجريت على طول من غير ما تدخل الشقة خالص. وفي رواية تانية قالت إنها دخلت الشقة وخلعت جزمتها وحلقها الذهب، وفي نفس اللحظة تلقت اتصال بإن والدتها في المستشفى فجريت على طول. وهنا بدأ فريق البحث الجنائي والأدلة الجنائية علشان يعينوا مسرح الجريمة، لكنهم شافوا حاجة واستغربوا منها جدا. لقوا تيشيرت وتبين من سؤال الأطفال اللي موجودين في بيت المجني عليها إنه الجار ليهم. على طول عرفوا مين الجار ده وجابوه بسرعة، وسألوا البنت تاني اللي بتبلغ من العمر 20 سنة إنهم شاكين في كلامها ومش مصدقينها، لكنها حاولت إن هي تقنعهم إن دي وقعة سرقة وإن لص قتلها. لكن في الآخر من كتر الكلام انهارت واعترفت بكل حاجة. أول حاجة اعترفت بوجود علاقة بينها وبين الجار اللي بيصغرها بعدة اعوام واللي هو عنده 17 سنة، وانها استغلت غياب اسرتها علشان تلتقي بيه في البيت، لكن ما كانتش تعرف بموعد عودة والدتها من العمل حتى اتفاجئت بيها داخل البيت، فحاولوا ان هم يسكتوها قبل ما تفضح الامر، لكنها اتفاجئت بالجار وهو بيضرب راس مامتها، فعشان كده اختلقت الرواية الاولى اللي قلتلكوا عليها من شوية. ولما واجهوا الجار بالاقوال اللي البنت قالتها ما لقاش اي حل الا ان هو يعترف بالجريمة بالتفصيل، وفشلت كل المحاولات اللي هم عملوها علشان يضللوا أجهزة البحث ويخلوهم فاكرين ان دي كان وقعت سرقة. وتبين ان بدخول الام على بنتها وصديقها في المنزل قرروا في نفس اللحظة ان هم هيقتلوها. طلبت منهم ان هم يسيبوها علشان تنطق الشهادة، ورددتها 3 مرات علشان يرد القاتل ويقول لها كفاية عليكي كده، ويضربها ضربة خلتها تموت. تقوم البنت صب مية سخنة على جسد والدتها علشان تتأكد ان هي ماتت، وجهزوا هما الاثنين شكارة علشان يخفوا الجثة، لكن الامر انكشف وتمكنوا من ضبطهم. وفي الاخر بعد الاعترافات انتهت بالحبس 4 ايام على ذمة التحقيق. لكن والد المتهمة مش مستوعب ابدا الصدمة المزدوجة اللي تلقاها في وفاة زوجته بالطريقة البشعة دي، وهي شريكة حياته وام ولاده التلاتة، والامر كان اكتر صدمة وما قدرش يصدقه لما لقى اللي قتلت زوجته هي بنته واللي اشتركت مع جارها في الواقعة دي، واكد ان اكيد في حاجة مش صحيحة، وان اكيد رجال المباحث هما اللي خلوا بنته تعترف الاعتراف ده وحطوها في القضية كمتهمة. لكن الاب مصر ان البنت ما عملتش حاجة وقاعد قدام الاسم وعمال يقول ما تظلموش بنتي، اكيد في حاجة غلط، سيبوا بنتي، بنتي ما عملتش حاجة، خلوني أشوف بنتي. وفشلت كل محاولات تهدئة الأب، ونصحوه بأن هو لازم يمشي من المنطقة المواجهة لقسم الشرطة. وكان تعليق خطيب الفتاة اللي اتهمت بقتل والدتها مفاجئ. كشف خطيبها ان في يوم الحادث اتكلموا كتير جدا، وعرف منها ان هي في البيت مع أخوها، وأخوها الصغير التاني بيلعب تحت. وبعد ما انهى معاها المكالمة اتبلغ بخبر وفاة والدتها، واضاف ان ام خطيبته المتوفاة كانت بتعامله معاملة الابناء وما شافش منها الا كل خير، وشدد على هي قد ايه طيبة جدا وان هو كان بيتشرف بخطبة بنتها، واكد على حسب ظنونه ان خطيبته اكيد ملهاش علاقة خالص بالحادث، وان معلوماته ان جارها المتهم والبالغ من العمر 17 سنة كان بيحاول يسرق البيت، واول ما حس بان هي جاية البيت خاف ان امره يتفضح، وعلى طول اتصل بيها وقال لها الحقي مامتك في المستشفى. ووضح في كلامه ان خطيبته ومامتها كانت بتعطف على اسرة المتهم، وكانت بتدرس لاخته الصغيرة تطوعا منها ومساعدة ليها، ورفض تماما فكرة خيانة خطيبته ليه مع طفل يصغرها بسنوات واشتراكها معاه في قتل والدتها بعد ضبطها ليهم في البيت، وكانوا خايفين انه يفتضح امرهم. لكن في الاخر وزي ما قلتلكوا قررت جهات التحقيق ان هم يحبسوا الفتاة المتهمة بقتل والدتها بالاشتراك مع جارها 4 ايام على ذمة التحقيق. واخر كلام للام عن بنتها كان في بوست على الفيسبوك، وقالت فيه حبيبتي وصاحبتي وبنتي ونور عيني، انا مهما انا قلت عنك مش هكفي كلام يا اغلى عليا من نفسي، يا اجمل نور كل سنة وانتي طيبة، يا اول نور لعيني، ربنا يسعدك يا رب ويهنيكي ويحفظك يا رب. وبعد الحب ده كله تقتلها بدم بارد.